هي معارج القلوب إلى السماء ومشكاة تنير دروب السائرين في الطريق الإلهي، وشواهد تعرف بها بيوت الرحمن فلا يخيب قاصدها. منها يصدح نداء السماء لأهل الأرض أن حي على الفلاح بمقامات علوية تناجي الروح، فيقبل عليها القلب خاشعا راغبا في ملاقاة ربه، فيتحقق السمو والصفاء. إنها مآذن النور. مسجد المنار أو مركز التراث الثقافي الإسلامي يقع في شمال غرب العاصمة البريطانية لندن في مقاطعة كنسينغتون وتشيلسي، افتتح عام 2001 بعد سنوات من عملية البناء. بيت آخر من بيوت الله يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. يقف المصلون خاشعين في هذا البيت امتثالا لأمره، وتنحني الجباه تعظيما لشأنه، يدعونه في خشوع طلبا لرحمته ورجاء في مغفرته، في بيت تشع في كل زاوية من زواياه أنوار الهداية. فكرة المركز بدأت طبعا في بداية التسعينيات من القرن الماضي، ولم يكن في ذاك الوقت يعني مركز إسلامي ومسجد معتبر في هذه المنطقة بغرب لندن، فتجمع الناس وكانوا يتفاكرون حول هذه الأمور، وشاءت الأقدار أن البلدية اللي هي يعني كنسينغتون تشيلسي كانت لها هذه الأرضية التي أقيم عليها المركز، وكان لها الاستعداد لإعادة إنعاش هذه المنطقة، فوفروا هذه الأرضية للمركز، وكذلك قاموا بدعم مالي وكذلك من خلال استشارات، وهكذا بدأ بناء المركز في أواخر التسعينيات، وتم افتتاحه في العام 2001 في شهر 5 من قبل الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، ومنذ ذلك الحين يعمل بانتظام. رواد المسجد ينحدرون من عدة جنسيات عربية من شمال إفريقيا، وكذلك من الجالية الصومالية والبنغالية والباكستانية، مزيج من الثقافات جسدت الاسم والمضمون. أكثر من 2500 مصل هي السعة الاستيعابية للمركز، حيث تمتلئ القاعة الرئيسية وباحاته ومرافقه بالمصلين في صلوات الجمعة والأعياد. بالنسبة للرواد المركز أو رواد المسجد،
عددهم كبير جدا، يعني مقارنة بمراكز أخرى أو مساجد أخرى قد تكون في نفس الحجم أو تقارب نفس المساحة. فإحنا مسجدنا يتميز بأنه عليه إقباله لله الحمد، مثلا صلاة الجمعة يقارب عدد المصلين وفق آخر إحصائية ما يزيد عن 2500 مصلي. بتمتلئ قاعات الصلاة بالإضافة إلى حتى قاعات التدريب وقاعات الاحتفالات وحتى الممرات كلها بتمتلئ يوم الجمعة. بخصوص الصلوات العادية فشأننا كشأن باقي المراكز، ربما يتراوح عدد المصلين ما بين 50 إلى 150 شخص. المسجد مزينة جدرانه بآيات من القرآن الكريم والزخارف الإسلامية، بعضها من الخشب والبعض الآخر من الجص. أرفف مكتبية موزعة بطريقة هندسية تسهل على رواده اقتناء المصاحف وقراءتها في معظم جدران المسجد. المركز يحوي مرافق متعددة، منها صالة للألعاب الرياضية يشرف عليها مختصون تلبية لاحتياج الرواد، مناشط تثقيفية متعددة يقدمها المركز، منها دروس للفقه وتحفيظ القرآن الكريم وبرامج للتربية الإسلامية. المركز يشمل مسجد فيه تقام الصلوات الخمسة يومياً، وكذلك صلاة الجمعة أسبوعياً، وصلوات العيد، بالإضافة إلى المناشط التثقيفية من أمور تتعلق بالفقه وتحفيظ القرآن بشتى القراءات، ومناشط أخرى تتعلق بالتربية الإسلامية. في شهر رمضان يزدحم المسجد بالمصلين في معظم الصلوات، وتكثف الإدارة من برامجها الثقافية من خلال دعوة العلماء لإلقاء محاضرات والمشاركة في الندوات، كما يقدم المركز خدمات واستشارات قانونية وصحية مجانية إلى جانب الخدمات اليومية. في رمضان احنا عندنا عدة أنشطة، ويعني تشمل ليس فقط النشاط الديني، من دروس وتكثيف جهود، وحتى بتجينا بعض الزوار من دول أخرى لإلقاء المحاضرات وقراءة القرآن، بل أيضا عندنا محاضرات صحية لتخدم المسلمين وغير المسلمين، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الصحي خلال الصيام. عندنا محاضرات صحية، عندنا استشارات قانونية، عندنا حتى خدمات فحوص صحية مجانية للجالية تقدم. هذا بالإضافة إلى أنشطة أخرى تتضمن دروس في تحفيظ القرآن الكريم، طبعا هذا بخلاف صلاة التراويح والأمور الاعتيادية التي يقوم بها أي مركز. قبة مربعة بطابع معماري منسجم مع طراز البناء البريطاني، تتوسط بناية المركز الذي يقع في حي من الأحياء الفقيرة في أحد أغنى مقاطعات بريطانيا. تتمركز في هذا الحي من مقاطعة كنسنغتون وتشيلسي جالية كبيرة من شمال إفريقيا والصومال، لكن المركز أنعش الحياة الثقافية في المنطقة خصوصا للمدارس المجاورة، حيث ترك فرصة للتعرف على جوانب مهمة من حياة المسلمين ودور المساجد فيها. هذه المنطقة تحديداً وهي شمال كنزينغتون أو نورث كنزينغتون
تعتبر من المناطق الفقيرة في حي أو مقاطعة كينزينغتون تشيلسي. وكينزينغتون تشيلسي تعرف على مستوى بريطانيا من أغنى المقاطعات، يعني ليس فقط على مستوى لندن، ولكن هذه البقعة من كينزينغتون تشيلسي هي تعتبر من المناطق المهمشة والفقيرة إلى حد ما. فوجود مركز ثقافي إسلامي وعدد كبير طبعا من سكان هذه المنطقة هما من المسلمين من شمال أفريقيا والصومال وغيرها من البلدان العالم من المهاجرين، فأنعش الحياة الثقافية في المنطقة. المدارس المتواجدة في هذه المنطقة تستفيد من هذا المركز من خلال الإتيان بالتلاميذ للتعرف إلى الإسلام والمسلمين والمساجد ودور المساجد في حياة المسلمين. المركز تحفة معمارية مميزة تجمع بين البساطة والدقة، كل مساحة فيه مختارة بعناية حتى تلك الأرفف الصغيرة الموزعة على جدرانه، خطوط عربية كتبت بها آيات من القرآن الكريم ونحتت بالجص تارة وبالخشب تارة أخرى بانسجام بديع مع ما حولها من الزخارف الإسلامية. مستقبل هذا المركز في خلينا نقول مثلا في العامين الآخرين يعني أصبح له مكانة ما بين مؤسسات الدولة عموما، وأصبح محل ثقة من الجميع، بل حتى أصبح لنا دعم ويعني مدح وثناء بيأتينا دوما من المؤسسات حتى المؤسسات الحكومية غير الإسلامية. وأنا في اعتقادي أن المركز في تحسن كبير جدا في إطار التعاون مع المؤسسات الأخرى، وأظن أن بفضل الله أولا ثم بفضل الإدارة الحالية الممثلة في مجلس الأمناء والمدير، يعني إن شاء الله بيقوموا بدور كبير جدا في دمج هذا المركز ليصبح منارة تخدم الجالية عموما ويحمل سمعة طيبة ما بين مؤسسات الدولة.